بالنسبة للسياحة في مدينة أكادير كنشوف إقبال كبير هذا العام هذه السنة، خصوصا على الشواطئ اللي كتواجد في شمال أكادير. هذا الإقبال ربما على ما يعني كيبان أنه أولا أن هذه السنة أو هذا الصيف هذا هو سنة استثنائية من بعد كوفيد، يعني من بعد سنتين ديال الناس جالسين في الدار وهذا الشيء، كاين هذا المتنفس هذا العام. وكاين حاجة أخرى أن هذه الشواطئ معروفة أن يعني بالأمواج ديال البحر الهادئة، معروفة يعني الطول ديال الشاطئ، يعني فين تلعب، فين يجريو، فين تمارس الرياضة. كذلك أن هروبا من الاكتظاظ اللي كاين داخل المدينة ديال أكادير، غير اللي كنشوفوا أن السياحة الداخلية رغم أن زعما هذا العام راه محركة، إلا أنه كيبقى واحد الصنف ديال يعني المؤسسات الإيواء السياحي اللي ما خداماش، لأن هي كتركز على السيرف، يعني رياضة ركوب الموج، وكما كنعرفوا في شهر 7 و8 يعني تتكون الوقت عامرة، لا بلاج عامر، يعني ما يمكنش انهم يمارسوا هذه الرياضة بكل حرية. كذلك كاين الاكتظاظ ديال حركة السير والجولان، بعض المرات كاع راه تتوقف في الطريق ساعة ساعتين للمكانة حسب الاكتظاظ، يعني كلشي كيبغي يرجع لأكادير ولا كلشي كيبغي يجي من أكادير لهذ الشواطئ. لذلك فكيلقاو مشاكل، وكيبقاو غالبا الفترة ديال الصيف كيبقاو جالسين سادين حتى الفترة ديال شو تنبير اكتوبر، عاد تيبداو عاوتاني يستأنفوا النشاط ديالهم. بالنسبة يعني الرواج في هذه المنطقة هذه، مثلا على سبيل المثال انا كان منطقة تواجدوا فيها تمرات، كاين اللي قبل على الشقق، كاين الناس كيجيو كيبغيو يكريو هنا الشقق، يعني هادشي اللي كاين هنايا. حاجة أخرى ما يعني كاين لا كورنيش والفنادق المصنفة هما اللي خدامين، إما الساكنة كيبقى الاستيفاء ديال الساكنة قليلة، يعني كاين الرواج قليل، شقق يعني الكيرا وصافي. هو بالنسبة للناس يعني السياحة الداخلية اللي كيجيو، الحاجة الوحيدة اللي يعني اللي كيلقاو فيها مشكل هو الحركة ديال السير والجولان، يعني رغم المجهودات اللي مبذولة من طرف السلطات في النقاط اللي كيعرفوا يعني نقولوا البلوكاج، ومثلا المدخل ديال الأورير، كاين كذلك المدخل ديال إيمو والدار، رغم انه كاين يعني مجهودات في هذا الاطار، الا انه ثمانية باقي خص يعني تضافر المجهودات ويداروا طرقان اخرين مخارج اخرى باش يعالجوا هذا المشكل هذا، لان عام على عام كيتزاد نفس المشكل. فاش دابا عوض مثلا تمشي للشاطئ من الصباح وتدوز الوقت ديالك كتصدق واحد 3 ساعتين ولا 3 سوايع في الي، واحد ساعه ونص ولا ساعتين عاود ثاني في الروتور، يعني هذا الشيء تيجعل الناس كيجيو لهذه المنطقه ما كيبقاوش يرجعوا مرة أخرى. بالنسبة يعني المشاكل ولا يعني كاين اللي تيقول بأن راه الكرا غالي، وأن خصنا نعرفوا بأن المناطق من أنزا، يعني نبداو من أنزا، أورير، تمراغ، تغازوت، إيمو الدار، أغرود، سير حتى الإمسوان، يعني حتى المنطقة ديال الإمسوان، هاد المناطق راه خصهم بعد التأهيل، يعني ملي تيجيو الناس كيلقاو مشاكل كثيرة. كيلقاو المشكل الأول كيكون في الضوء، كيكون الضغط على يعني لي بوست ديال الضو كيتقطع، تيكون الفولتاج ديالو قليل بزاف، كاين المشاكل ديال الاتصالات ديال الريزو، باقيين كنشوفوا بلايص ما فيهمش الريزو قليل، عندك مثلا لتحت في الدار ما كيوصلوش. كاين المشكل ديال البنية التحتية ديال الطرقان، يعني انا اللي كنطلبوا حنا من المسؤولين هو انه يكون واحد لانتيغراسيون يعني ديال هاد لي فيلاج في لي سيركوي توريستيك، يعني هاد لي فيلاج حتى هما خصهم يكونوا مؤهلين، يكونوا حتى هما على اوتو باش يستقبلوا هاد السياحة سواء خارجية ولا السياحة الداخلية. نتمنى انه يكون واحد التأهيل، ومنها يكون خلق فرص الشغل. كذلك القضية ديال الأثمنة، تيقولوا بأن الأثمنة غالية، راه ماشي شي أثمنة بارابور نشوفوا حنا مثلا الفنادق، الأثمنة اللي كتبقوا الفنادق وهادشي، بالعكس كنتلاقاو أنه هاد لي زابارتمون هادشي اللي كيكريو الناس أثمنة في المتناول، وكتكون على حساب يعني العائلات وعلى حساب الدار كي دايرة، مفرشة مزيان، واش كبيرة واش صغيرة، يعني هادشي اللي كاين. مدينة أكادير كتشهد
هاد الصيف ديال 2022 واحد الاقبال كبير ديال السياح والزائرين خاصة من داخل الوطن وكذلك من مغاربة العالم. الجميع لاحظ انه كاين واحد التدفق كبير اللي هو غير عادي بالفعل على اكادير. هذا الشيء ربما كيرجع لمجموعه من الاسباب، اولها اللي ما غيتنكرها حتى شي واحد، هي اللي هي مشتركه مع مدن اخرين ودول اخرين، هي ما وراء ازمه الجائحه، باعتبار ان المحللين الاقتصاديين اعطوا قطاع السياحه كاول قطاع غادي يخرج من الازمه، لان الناس عندهم حاجه العطله والاستجمام، خاصه بعد الظروف ديال الحجر الصحي اللي شهدها العالم باسره. هذا من ناحيه. من ناحيه واحده اخرى، كتبقى اكادير كمدينه ساحليه ديما كتستقطب المواطن السياح المغاربه بالدرجه الاولى، حتى في الاحصائيات على ما اعتقد باقيين هما الاولين. وكما كتعرفوا بان الاقبال كبير هذه السنه ديال المصطافين، كان اقبال على اساس كانت واحد الموجه ديال الحر في المغرب كامل، وكانوا الناس كيفضلوا الوجهات السياحيه البحريه للاستجمام، وحتى واكادير بكونها واحد المنطقه اللي الحال فيها بارد مقارنه مع المدن الداخليه، يعني كان جو جد جد ملائم، وفيها وجهه سياحيه شاطئيه ممتازه للناس اللي يقضيو فيها العطل الصيفيه. هذا اللي خلاها وجهة أولى بالنسبة للمصطافين بالنسبة للسياحة الداخلية.